يا صباح الخير. Good morning everybody. اليوم لابسة cosplay a British mom. سمعنا الصوت. ما في أحد في البيت. أخواني في مدرستهم و mom and dad are doing mom and dad stuff. والحين قاعد أتقهوى وبسوي اظافري، واليوم حنسوي فلوق عادي. ادري انكم تطلبوا فلوقات زي كذا منزليه كثير، واليوم كان عندي باكج ابغى افتحها معاكم، فخلينا نبدا باني اسوي اظافري، لان تخيلوا لي فتره ما سويتهم واحس متخيلين هذا صندوق حق الاظافر. هذا الشيء بيتغير لان الطلبيه فيها اشياء، يعني ترتب هالشيء، اشياء ترتب هالشيء. شايفين الحواسه هذه؟ انا اصلا ما عندي مكان احط هالاشياء فيه، فدائما لما اخلص اخذهم كذا وارميهم في الدولاب. بس اشتريت حاجه ترتب لي اياهم. Girl we see you. We see you girl. Welcome لغرفتي المعفنه. ما اشوفها معفنه، اشوفها مو مرتبه، لان كل شيء موجود في نفس المكان. صار الموضوع مزعج شوي بالنسبه لي. خلينا نفتح الباكج هذا. طبعا هذه كل الاشياء اللي بوريكم اياها من Shein. اوكي؟ وجبت اشياء ترتب او تسهل حياتي اليوميه. بس من جد انا محتاجه اشياء ترتب لي اغراضي في البيت. بس قبل ما افتح هالاشياء خليني اقول لكم ان انا عندي كود خصم لشيئن. هذا هو يمديكم تستخدموه لطلباتكم. اللي قاعد اتكلم عنه من اول اللي هو الديفايدرز حق الدواليب، كذا شكلها واسعارها. يس بليز، لاني انا احتاج اكثر من واحد. طبعا جبت اكثر من حجم، جبت هذول الصغار يدخل فيها like makeup products ولا المناكير اللي شفتوه، وكمان جاء معاها هذا الكبير اللي انا اخذته. هو ست كامل يجي فيه كل هالاحجام وفئة، يعني اتوقع هذه 16 قطعة. هحط كل الاشياء اللي حتشوفوها في الديسكريبشن، يمديكم تضغطوا على اللينك تطلع لكم. بس اخترت اللي هو 16 قطعة لاني بستخدم هذول مو بس في الدواليب، بستخدمهم حتى like on my shelves. متحمسة اني ارتب اغراضي، اول مرة اتحمس اني ارتب اغراضي صراحة. ولسه كمان في هالقطع، اتوقع جبت شيء ثاني لترتيب. كمان جبت هذه، هذه يمديها كمان تتعلق على الجدار. اوكي يمديني اعلقها على الجدار وتكون موجودة بس فيها ليتل شيلفز. حتى حجمها حلو، كنت احسبها ما راح تكون صغيرة بس طلعت يعني والله يدخل فيها اشياء. لبت بحط عليها كمان استكرات من هنا. جبت هالشيء، انا جبت هالشيء لانه من كثر ما شفته يعني في التيك توك especially I need it. هذه ما تشتغل على البطارية، يمديكم بس تشحنوها وتكون معاكم طول الوقت. I love especially السيارات، تحطوها في السيارة، تحطوا شحنها في السيارة على طول تشحنوها مصباح صغير، لان انا من الناس اللي ما تقدر ترسم الا الساعه 3 الليل. اوكي الساعه 3 الليل ما ابغى يكون في انوار في كل مكان، والمصباح حقي هذا مره بعيد عني، انا انام هنا. ف سو كيوت، وتجي معاها البطاريه. سو كيوت، احسها مره خفيفه ممتازه. ما عدت اقرا بالليل للاسف، بس هذه للرسم احس حتنفع. وبحطها على شيء ثاني والله. ممتاز، حبيت حبيت. هذه بحطها على شنطتي عاد. باص المدرسة، حافلة المدرسة. او ماي جاد، لما حاولت افهم اخواني ايش معنى حافلة المدرسة قاعد يضحك ضحك، لانه وش اللي حافلة؟ حفلة جوا الباص يعني؟ اوكي. ادري اكثر اوقات تقعدوا تسالوني ريما فين تسوي اظافرك؟ كيف تسوي اظافرك؟ وين؟ مين يسوي لك اياها؟ خليني اقول لكم شيء، انا I trust nobody. فدائما اسوي اظافري من نفسي، فاخذ اشياء زي كذا، اشياء زي كذا، اشياء زي كذا، وهذه بعد. واسوي اظافري دائما في البيت. اول شيء الاظافر اللي اسويها اصلا في الصالون تاخذ مني وقت كذا ساعه ساعتين انا يعني اخلصها، بس انا عندي يعني ما عندي وقت. بس لا من جد انا شفت اظافري انها بدت تضعف بشكل سريع لما اسوي اظافري في الصالون، وكمان ياخذ مني يعني اروح اخذ كذا نص المصروف حقي واحطه على بس اظافر. ف
فصرت أسويهم في البيت. لكن يعني الشيء السيء منه ممكن إني دائما أسوي نفس الشكل، ما أحس إن أنا يمديني أسوي شيء هلو يعجبني أو شيء جديد. Excuse me miss ma'am. آه hello. هذه للي ما يعرف اسمها ياما، وأختها هناك قاعد تشم كتاب. هذه اسمها هيزل. كلهم الاثنين أطفالي. I am a grandma. I'm a mother. I'm a mother. كيوتي. ما راح أعطيكم الستبس كلها مرة واحدة لأن صراحة يأخذ وقت إني أقول كل شيء في بالي. بس أهم شيء قبل ما تحطوا أي أظافر لتركيبة جاهزة إنكم تنظفوها بالكحول. These cats are crazy down here. أكثر فيديو طلبتوه مني كثير طلبوه مني اللي هو ريما كيف نزل وزنك. How did you get a glow up? أباكم تركزوا إنه يعني أنا واحدة unstable ما تعرف إيش قاعد تسوي. Actually I do. تكلمت عن إيش هالشيء أكثر من مرة، اللي هو الرياضة المستمرة، الأكل النظيف. من هالكلام بس الناس أحسها هالأيام صار ما عاد صار هذا الشيء يعني أول شيء يفكروا فيه. دائما أول شيء يفكروا فيه لما يشوفوا أحد نحيف يقولوا إبر، عملية، شو اسمه الدواء، زومبيك. No girlies، أنا أخاف من هالأشياء لدرجة حتى لما الدكتور يأخذ حق الدم أقول so that's not the case. ما أقول إنه هو شيء يعني المفروض الناس ما تسويه ولا غلط إن الشخص يسويه. I don't care at the end of the day. بس أنا نفسي ما راح أقول لكم إن أنا من يوم صغري وأنا نحيفة. كان وزني صحي لعمري وطولي. بس توقع السنة كورونا، وقت الكورونا exactly وقت الكورونا كل حق الاموشنز كنت احطه على الاكل وما كنا نطلع. احنا بالعاده يعني وانا صغيره كنت تشايلد اتحرك طول الوقت، حتى ان ميرو سكول كنت دائما ادور اللي هو الاكتيفيتيز اللي بعد المدرسه عشان بس اتحرك بس كذا. مجنونه كنت طفل عادي. It was definitely school. اقدر اقول لكم ان المدرسه اثرت فيني تاثير كبير، ابغى اتقبله واخليه. مو لازم اني اتكلم على كل شيء يصير لي ترى. انه النضج اصدقائي وصدقائي ودي اسوي فيديو كامل عن هذا الشيء كله اللي هو الباري بوزيتيفيتي، الدايت كلتشر. كيف فجاه كذا في السوشيال ميديا يطلع لنا دايت جديد كل اسبوع، كل شهر كذا في دايت جديد. هذا كيوكمبر دايت، ذا واتر فاستنج دايت، ذا نو كارب دايت، ذا كيتو دايت. فهمتوا؟ هذا الشيء كله ترى يأثر في عقل الإنسان حتى هو ما يسوي دايت، يصير يشوف الدايت إنه شيء مستحيل إن الواحد يسويه. أنا يعني من الناس اللي قرأت وشافت وسمعت كل الدايت تيبس، ما خليت شيء ما شفته، وهذا الشيء ترى خلاني أكره اللي هو الدايتيشنز لفترة طويلة. بس ما كنت أخلي هذا الشيء يعني my personality ترى، يعني ما كنت أروح لسكيني بيبل وأقول لهم you are the reason إحنا فاسدين، فهمت؟ ما كنت أسوي هذا الشيء. كان دائما غضب داخلي. مع الوقت اكتشفت ان هذا الشيء اللي انا احسه هو الشيء I am dealing with. فاللي سويته اني بدأت اشتغل على نفسي. كنت اتذكر بس صراحة كانت فترة شوي صعبة. بدأت اشوف فيديوهات او كذا مقالات قاعد يتكلموا عن تطوير الذات. ليش تبغاها؟ ليش تبغى تسوي هذا التشينج كله في حياتك؟ هل بس عشان شكلك؟ هل انت تكره شكلك عشان كذا تبغى تنحف؟ فهمتوا؟ من هالاشياء خلاني اشوف انه واو انا ما اكره جسمي، انا اكره نمط حياتي، انا اكره تفكيري، انا مو عاجبني اي شيء حولي بس انا الومه على جسمي. جت حتى فتره في السوشيال ميديا اكثر شيء الناس كانوا يتكلموا عنه انه يعني كيف زاد وزني وكيف صبغت شعري. او ماي جاد ماذا فعلت امريكا بريما؟ فهمتوا من هالكلام؟ ما كنت انزل في السوشيال ميديا كثير لان هلو ذا كمي مومنت، فهمتوا؟ ما دخلت احد في حق الدائره، وهذا الشيء صراحه اسويه كثير بس ما هو صحيح اني انا كل مره ابغى اطور شيء في نفسي اقطع كل اللي حولي. ما قلت سوى هالشيء بس لا حول ولا قوه الا بالله. اكثر
أكثر الأشياء لها يعني تقنيات جديدة، العمليات، الإبر، الدايت الفلاني. بس اللي نفع لي أنا personally عشان أعطيكم إياها ككلمة واحدة، اللي هو تطوير حياتك اليومية. مثلا نبدأ بأول شيء، نقوم الصباح بدري وإحنا نايمين 9 ساعات. ما نقوم الصباح بدري معناها أنام متأخر وأقوم بدري، لا والله والله. أدري هو مرة شيء بسيط، بس إذا بديتوا تقوموا الساعة 9، خلينا نقول إذا ما عندكم مدارس خلينا نقول قوموا الساعة 9. في كذا ساعات تكتشفوها بيومكم يمديكم تفكروا فيها من دون ما تحسوا كل شيء مستعجل وما عندكم وقت تتنفسوا فيه. أول شيء تبدأي فيه نقوم بدري، بعدين نبدأ بإيش الفيتامينات اللي ناقصتني. أوكي، هذه الأشياء اللي أنا سويتها. أوكي، مو لازم تروحوا عليها تماما، بس انا اقول لكم يعني ماي اكسبيرينس. اخذوا حق الدم وروحوا يشوفوا ايش فيه وايش ما فيه. انا كان عندي فيتامين دي ديفيشنسي بشكل كبير، وهذا الشيء مو بس ياثر انه انا مره صرت ديزي وما اقدر اوقف ولا اقدر اتحمل مدري ايش، لا، هذا الشيء ياثر في النفسيه، ياثر في نومي، ياثر في وزني، ياثر بشعري، بشرتي. انا عرفت انه ناقصني شيء كبير في جسمي وانا ما كنت عارفه. أوصف يعني بسوي لكم إن شاء الله فيديو كامل لأن الموضوع مرة يعني كبير وطويل. بس روحتي للمستشفى مرة واحدة عرفت عن أشياء كثيرة جسمي قاعد يتأثر فيها وأنا مو عارفة، فهمتوا؟ ما يعني أشياء ما تقدر تعرفيها من فيديوهات تيك توك. كيف تعرف إن في كذا؟ أول شيء ما تقدر تنام، فهمتوا؟ هذا الشيء يعني الكل ممكن يمر فيه، بس إيش هو exactly؟ Go find out. روحوا شوفوا إيش فيكم، أنتوا إيش ناقصكم؟ مو بس من فيتامينات، بس حياتكم اليومية ايش ناقصتها؟ من هالكلام انتوا اهم شيء تاخذوا بداية الخيط هذا وتروحوا معاه، تشوفوا فين ايش حياتكم اليومية ناقصة، وبعدين يجي موضوع الوزن واني انقص وزن وان ابغى يصير عندي الجسم المثالي اللي انا ابغاه من زمان. ومن هالكلام، هل يوجد حب في قلب سعد؟ المهم سويت اول يد لي، بقفل الموضوع عشان افتح لكم اياه في حلقه جديده جايه ان شاء الله. الجلو اب حقي هو عباره عن تطوير الحياه اليوميه، ما هو عن انا بس رحت الجيم ورحت اكل خضار وفواكه. اوكي، صرت اعرف اللي انا احتاجه نفسيا، جسديا، عقليا، وهذا الشيء يخليك تعرف ايش تسوي ايش ما تسوي. اللي صدمني اكثر شيء ان في ناس كانت تقول سبيشلي في التيك توك والتويتر ان ريما عندها اضطراب لانها نزلت وزن بسرعة. اول شيء انا ما قاعد امزح عن الاضطراب واشوفه شيء جدا جدا سيريوس وما ينفع احد يمزح عنه او عليه او لأي شخص فيه اضطراب مهما كان نوعه. بس حابة اقول اذا انت مو دكتور اتمنى انك ما تروح لشخص ما تعرفه وتقول هذا الشخص فيه كذا، كيف؟ شفت ايش ينزل في السوشيال ميديا وكيف تغير. هذا الشيء المفروض ممنوع يصير اصلا. I hope that cleared it out for the people. صراحة اكثر شيء واتكلم عنه بعد عن هذا الموضوع اللي هو البادي بوزيتيفيتي. صراحة بقول لكم هالشيء واتمنى I don't get cancelled. I'm not body positive. انا ما اشوف ان الشخص يقدر يقول اي جسم هو healthy واي جسم هو حلو. انا اكثر body neutral. ايش هو الباري نيوتراليتي؟ طيب الباري نيوتراليتي اللي هو انا اتقبل ان جسمي قاعد يروح في مراحل المفروض يروح فيها. مثلا ستريتش ماركس، جسمي كانسان عادي ان هذا الشيء يصير فيه، وما في بنت ما في رجال ما في امراه ما صار فيها هذا الشيء، لان هذا الشيء يصير في الجسم عادي. اوكي، هذا باري نيوتراليتي اند اي جو وذ ات عادي. بس باري بوزيتيفيتي مع الوقت تغير معناها. باري بوزيتيفيتي يتكلم عن كيف كل جسم حلو مهما كان الكونديشن. مثلا تجيكي ممثلة مرة سمينة وما تقدر تمشي، بالعافية تمشي، ويحطوها في مجلات ويقولوا this is body positive, this is healthy. I don't believe in that. أنا أشوف especially بباري نوتراليتي إن الهيلث يجي قبل الشكل أو الجسم. أخلص وأرجع لكم، أحس طولت. One more thing. كل جسم جميل، كل جسم مهما مر فيه جميل، بس حياتك اليومية اللي قاعد تخليك زي كذا قاعد تأثر بصحتك، that's not beautiful. حتى النحاف، حتى الناس اللي قاعد تاخذ شاتس تحرق أمعائهم عشان ينحفوا أسرع،
هذا مو healthy. هذا الشيء ugly actually. هذا الشيء قاعد يخربك, قاعد يخرب حياتك, قاعد يخرب مستقبلك. هذا جسمك بنهاية اليوم, فأنت ليش قاعد تخليه يمر بهذه الأشياء؟ سمين أو نحيف؟ حتى الناس اللي قاعد تقول ريما ليش قاعد تقول كذا وهي أصلا مو نحيفة لهالدرجة. حياتي أنا الهيلث حقي قدام شكلي, الهيلث حقي قدام أو فوق شكلي. أنا أشوف حق الهيلث قبل ما أشوف كيف شكلي. أوصو أنا يمديني أروح أقطع كل أكلي, أشرب بس موية, أروح أتريض إلى ما أتعب عشان أنحف, أوكي؟ بس هذا الشيء راح يدمر شعري, راح يدمر نفسيتي, راح يدمر صداقاتي, راح يدمر عائلتي, هذا حيدمر كل شيء, بس ما راح يدمر جسمي. إيه حبيبي, إلا بتدمر كل شيء حتى جسمك معه. فإن الواحد ينقص وزن ترى ما هو بشيء بس إنه أوه اقطع أكلك وتايض, مو هذا الشيء بس. أستغفر الله. الحين كذا شكلهم عادي, وبستخدم هذا اللون, هذا تقريبا أتوقع كذا أبيض. غمضك بعدنا حليلها. خلص طبعا مرة يعني نيلز مرة بيسك ومو أحسن شيء يعني وجود يعني في الحياة. they're doable, أحسهم مرتبين enough إنه يمشي الموضوع. إن شاء الله يعني بعدين بحط عليهم اكسسوارات او احط عليهم another layer لان في كذا يعني discoloration. هلو, جبت خلاط جوا علبة يعني ايش؟ اوه تعرف الشيء يعجبني في شيئا ان ما عاد صار الاشياء اللي موجودة فيها بس من شيئا, اوكي؟ يعني يكون في اكثر من شاب او متجر يقدر يبيع اشياء, ففي اشياء كثيرة حقها الكواليتي هاي صارت موجودة. حتى أبغى أطلب أشياء القطط. عنده تشارجر. خلينا نروح المطبخ. عندي كمان حاجة ثانية للمطبخ. شريت بعد هذه. شفت الطفل اللي يقعد يقطع فواكه وخضار بهالشيء يحطوها عليه بعدين يضغطوه. اوكي غسلتها وركبتها والحين قاعد نقطع حب حب عشان نجربها. بسم الله. قطعها بكل سهوله. او ماي جاد, انا من كثر ما اني ابسست بالفيديوهات حق يجيك كذا واحده تقول خلينا نطبخ اكل لعيالي المدرسه, ما ادري عرفتوها مكسيكيه فيديوهاتها. كل مره اشوفها تطلع هالجهاز اقول يمي السهولة خوف والله. ما عليكم المويه يعني ترى حب احس ينفع للناس اللي تسوي ميل بريب مدرسة جيم اللي هو حتى يجيبوا وحدة تقطيعها اصغر في مبشرة وفي هذول تحطوها على نفس الجهاز وتمروا مثلا بطاطا تمسكوا هذا تحطوا عليها بطاطا وفي حق بيض عاد ما ادري اذا بستخدمها بس يعني بيض. كان الخلاط زماني احب عصير البرتقال قلت خليني اقشر برتقالتين واحاول اخليها عصير اشوف كم حيطلع منها. شفت فيديوهات الناس اللي كذا تسوي اكله كامله في السياره كذا في صحن مقلاه اتوقع موجوده في شيء انا قد شفتها بس ما افهم هالفيديوهات ولا اعرف ليش الناس تسوي هالشيء الين ما اخذت هالشيئين اللي هو الخلاط والقطاعه. سهله بشكل تخليك تبغى تسوي كل شيء في السياره. يبي بحط جواته شويه مويه عشان البدايه تحتاج اكيد مويه. I'm scared. والمشكلة يمديكم يعني you can charge it ولازم يكون يعني on the plug. طبعا كل هالأشياء وزيادة يمديكم تلاقوها كلها في لينك بحط لكم إياه في الديسكريبشن.
أشياء منزلية، أشياء حق سيارات، رفوف، بطانيات، أي شيء تفكروا فيه حتلاقوه في شيئين. فصراحة صدمني هذا الشيء. والقطاعة مع باقي البرتقال بلوبيري، لأن أحب البلوبيري، بس ما أعرف حيطلع طعمه كجوس. Excuse me, you're there. أوه حامض. I am in love. أكثر مما توقعت. I am full of water fruits. ترى حتى هالأشياء يمديكم تلاقوها حتى عندهم شيئين. And this wraps it for the kitchen section. وصلتني طلبية لسه الحين، هتشوفوها إن شاء الله في التيك توك، أشياء ملابس راح تعجبكم، لأن أخذت أشياء صراحة شوية out of my comfort zone. ما أشوف نفسي يعني ستايلي دائما نقولها، بس I'm excited. أبغى أوريكم الحوسة اللي أنا فيها، حوسة is getting out of hand. حتى ما أدري ليش عندي جمل، بس أوكي. حتى الأشياء صار عليها دست. بس صايرة أفكر، يعني قولوا لي بالكومنتات إيش تفكروا، لأن يعني هذه غرفتكم بعد ترى. بس أفكر أخذ هذا الرف وأخليه هنا، بعدين أخذ السرير وأحطه على الشباك تماما، وأخذ الطاولة هذه وتكون يعني بين مساحة الجدار والسرير، يعني السرير يعني أول ما تدخل غرفتك تلاقي السرير في الوسط. وأبغى أصبغ هالشي، أبغى أخليه كذا كله أبيض عشان يخلي غرفة كذا على الأقل في المساحة. شريت هالشي للقطط برضو، يتعلق على الشباك and they love it. صحيح girly؟ Somebody is sleepy. Hello. خليني أرتب معكم هالشيء. أوكي، هذا اللي رتبته so far. يبغالي شوي أمسح الدولاب نفسه بشيء يعني ثقيل. بس هذا هو الترتيب. ركزت إن الدولاب من زحمته فيه أشياء ما أحتاجها، ف أتوقع برتبه مع الوقت، بس I like this so far. كل شيء قدامي موجود وعقبال هالشيء يترتب بعد. الحين نسوي كادل سيشن. Is that صحيح؟ I'm so sleepy. أتوقع بنهي الفيديو هنا، بروح أمشي أتعشى وأتابع جوجوتسو كايزن because I am tired for the day وعندي appointment. اليوم نمت ساعتين وما أتذكر أي شيء سويته في الفيديو، فبمنتج بكرة ويصير خير. قاعد تخبز على بطني. أشكرك، أتمنى عجبكم هذا الفيديو. كل السوشيال ميديا حقي، كود الخصم، كل الأشياء اللي شريتها وريتكم إياها حتكون في الديسكريبشن. إلى اللقاء. هل يوجد حب في قلب ريما؟ Somebody is sleeping.